بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح بالذي هو خير. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جهد حينما يذكر لا بد أن يشكر. جهد تقوم به وزارة الأوقاف في طول البلاد وعرضها، خاصة في المساجد الكبرى التي يؤمها العديد من أحباب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة طيبة مباركة في ليلة كريمة مباركة بمسجد نفيسة العلم والمعرفة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نفتتح الأسبوع الثقافي الذي يمتد لعدة أيام، نسعد فيه بأئمتنا وعلمائنا الأكابر، نتعلم على أيديهم ويزيلون ما ران على عقولنا من غشاوة ومن أفكار هدامة. فنحن في وقت نحتاج فيه إلى أن نعرف وسطية الإسلام، نحن في وقت نحتاج أن يعرف أبناؤنا وشبابنا سماحة هذا الدين، نحن في وقت نريد أن نعلم الدنيا كلها الجوانب الحضارية لهذا الدين السمح، الدين الذي يدعو إلى التعاطف وإلى التواد وإلى التسامح. لذلك فإن هذا الجهد المشكور وراءه عمل دؤوب لقيادات وأئمة وعلماء وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، بتوجيه كريم وبرعاية أكرم من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سدد الله خطاه. فينطلق الأسبوع الثقافي هنا، وهناك أسابيع ثقافية أخرى في مساجد أخرى. كل هذا الجهد المقصود به خدمة الإسلام والمسلمين. ولقاؤنا الليلة الذي نفتتح فيه هذا الأسبوع الثقافي، لنا شرف كبير أن نجلس بين يدي عالمين جليلين كبيرين، معالي الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض أستاذ الأجيال، أستاذ الأساتذة، العميد السابق لكلية أصول الدين، الذي نسعد بمحاضرته إن شاء الله، مع شيخنا أيضاً وأستاذنا الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي أيضاً له جهد وافر في توضيح سماحة هذا الدين وبساطته لعامة الناس ومثقفيهم. وأنا أغبطكم جميعاً على أنكم لا تفارقون هذا المكان حينما عرفتم أن هناك لقاءً يجمع هؤلاء الأساطين من العلماء. لذلك فإننا في ضيافة نفيسة العلم والمعرفة، ومعنا أحبة أكارم، ومعنا أحباب السيدة نفيسة وزوارها، كما يسرنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، دكتور محمود حلمي مدير الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة شيخنا الدكتور على الله الجمال، الدكتور محمد طه رمضان، الشيخ محمد العدل، كلهم جميعا أهلا بهم ونحن في ضيافتهم أيضا. وقد استفتحنا آيات، استفتحنا هذا الأسبوع بآيات بينات من قارئنا الشيخ طه النعماني بارك الله فيه. أيها الأحبة، الكلام كثير لكن لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أقدم لحضراتكم فضيلة شيخنا الكبير الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يعني فضيلة الدكتور بكر زكي عوض
آثر أن يتحدث أولاً في هذا المجلس العلمي، فله الكلمة، وبارك الله فيه ووفقه الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا جميعا في الأرض نسمة، والذي استعمرنا فيها أجيالا وأمما، والذي قسم بيننا الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الكبرياء والملكوت، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، بيده الأمر والنهي وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القائل عن نفسه والمتحدث عن ذاته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المهداة والرحمة المزداة، جاهد في سبيل ربي حتى أتاه اليقين، القائل له ربه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الغمة، تركا على المحجة البيضاء. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. تعودنا على شكر من أجرى الله النعمة على يديه في هذا المجلس وذاك اللقاء، ألا وهو السيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور مختار جمعة، الذي لولا هذه المجهودات الطيبات المباركات ما استطعنا أن نحيا حياة المساجد التي ربينا عليها صغارا، وانقطعت عنا مرارا، ثم أتانا بها قدر الله عز وجل ونعماؤه علينا بهذه الدروس المباركات، فجزاه الله خير الجزاء أن أعاد إلينا تلك السنن المباركة وحلق العلم التي نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم. مهمتي ثقيلة بعض الشيء، مهمتي ثقيلة بعض الشيء، لأنني أجلس بجوار عالم مفضل كان أستاذاً لي في كلية أصول الدين، ألا وهو الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض. فهذا الرجل لو تعلمون علم علماء كثر لا حصر لهم، والحقيقة يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فبنقول له جزاك الله خيراً وبارك الله فيك وأمد الله لك في عمرك وجعلك الله هكذا دائما متواضعا بسمت العلماء وآدى بهم. آثرني أن أبدأ الحديث، وهو الوحيد الذي لا أستطيع أن أرد له مقالا أو أرفض له أمرا، فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وجزى مقدمي خير الجزاء على هذه التقدمة الطيبة المباركة. ثم أتحدث من حيث انتهى الشيخ هنداوي القارئ العظيم في آخر جملة في سورة الأعراف، أو في آخر آية في سورة الأعراف، أو في آخر كلمة في سورة الأعراف، وبيتكلم عن أهل الجنة: طنت في أذني ورنت في قلبي وأنارت في عقلي. وهو يتحدث عن أهل الجنة، القرآن يتحدث عن أهل الجنة، يقول إيه؟ كلمة أرجو أنها تكون لفتت أنظاركم: لم يدخلوها وهم إيه؟ يطمعون. بقى أهل جنة، وربنا بيشير إلى هذا الملحظ الهام: لم يدخلوها وهم يطمعون. هقول تاني، يبقى من علامات أهل الجنة التي لم يلحظها الكثيرون، من علامات أهل الجنة
إني ولا واحد فيهم شايف إنه يستحق القلب، بدليل إن ربنا قال لم يدخلوها وهم إيه؟ يطمعون. يعني ولا واحد من اللي دخلوا الجنة كان طمعان يخشها. أمال كان طمعان في إيه؟ في رحمة أرحم الراحمين. إنما كل واحد فينا لابد أن يرى نفسه بثوب التقصير، لابد أن تنظر إلى نفسك بثوب التقصير. أنا مقصر، أنا لم أؤدي العبادة كما ينبغي، أنا متباطئ في الطاعة، أنا متقاعس في العبادة، أنا عبادتي ليست هي العبادة التي ينبغي أن يقوم بها المؤمن. علشان كده المؤمن يرى نفسه ليس مستحقا للجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون، معنى عجيب. إنما أن يرى الإنسان نفسه يستحق الجنة، هذا سلوك القوم الذين نسأل الله عز وجل أن يخلصنا منهم ومن شرورهم. هذا كلام اليهود الذين يرون أنفسهم سادة الأرض وسادة الناس، وهم شعب الله المختار وأحباء الله عز وجل والمصطفين من خلق الله عز وجل، وهذه كارثة أراد الله أن يلفت نظرك إليها، وهي ولا واحد فيكم حيخش الجنة إلا بفضل الله. وما هو الفارق بين العدل والفضل؟ فرق كبير قوي يا مولانا ما بين الاثنين. العدل إن كل واحد ياخد حقه، الفضل إنك تاخد أكتر من حقك. عشان كده ربنا بيقول لك لما تعامل مراتك ولا تنسوا ايه، ما قالش العدل، ما تقول لهاش حقي وحقك. شوف القرآن، انت عاوز ربنا يعاملك بالعدل ولا بالفضل؟ انت حر. لو بالعدل وقف رجل عاش 1000 عام يعبد الله، 1000 سنة، راجل في من كان قبلكم عاش 1000 سنة بيعبد ربنا، ولما مات قال الله لملائكتي أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا بعملي، ده أنا جاي لك 1000 سنة. 1000 سنة، قال بفضلي ورحمتي، قال لا بعملي، قال إذا حاسبوا عبدي على كل نعمة أنعمت بها علي، يلا نتحاسب. فجاءت نعمة البصر، إن هو كان بيشوف بس، فأخذ الثواب 1000 عام من العبادة، فصرخ العبد برحمتك برحمتك، قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. انت خد بالك من الحديث ده، انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر، انه الاله بتاعك مش اله انفعالي، مش اله ايه انفعالي. لان لو انا حد عمل معايا الحركة دي اقول له والمصحف ما هي راجعة، مش عامل لي فيها والله خدوع على النار، خلاص والله ما هي راجعة. انما من كرم ربنا اله رحيم، قال له برحمتك برحمتي، قال ادخل عبدي الجنة برحمتي. ايه الكرم ده؟ ايه العطاء ده؟ الشاهد اللي عاوزك تاخد بالك منه، مين المتفضل؟ من كلفك بالطاعة ولا من قام بها؟ مين المتفضل؟ من كلفك بالهداية وأم من هداك إليها؟ مين المتفضل؟ من علمك السجود أم من قام به؟ يا أخوانا ما انتش واخد بالك إنه الفضل في العبادات والطاعة هو رب العالمين، هي دي نعمة الإيمان. إيه نعمة الإيمان؟ نعم، أول ما تسمع كلمة نعمة يبقى لازم يتوطن في دماغك 3 حاجات في ساعتها، في ساعتها كده فورا 3 حاجات تثبت في دماغك، إن هناك منعم أدي 1، ونعمة أدي 2، ومنعم عليه أدي 3، نعمة ومنعم ومنعم عليه، المنعم هو الله والنعمة هي الطاعة، يبقى فاضل عندنا المنعم عليه. مين المنعم عليه؟ هو من هداه الله إليه، اللي ربنا خد بيده إليه هو ده اللي منعم. لذلك في نعمة الناس ما بتاخدش بالها منها، في ناس بتقعد يقول لك أحمد ربنا على نعمة المال، والتاني يقول لك أحمد ربنا على نعمة الصحة، والتالت يقول لك أحمد ربنا على نعمة المنصب،
والرابع يقول لك احمد ربنا على نعمة العيال. انما قل من قال احمد الله على نعمات الايمان. نعمة الايمان اللي هي كان الصحابة بيقولوها في غزوة الخندق: اللهم لولا انت ما اهتدينا، عبد الله بن رواحة، ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني لولا ان ربنا خد بيدك ما كانش ينفع انك انت تتنعم بنعمة الله عز وجل. لذلك المنعم حقيقة في الإيمان هو الله. اوعى تفتكر ان انت جاي المسجد ده بشطارتك. اقول لك على حاجة، بره المسجد، بره في الدنيا يعني في المجتمع، هتلاقي ناس كتيرة جدا مش قادر يخش، مش قادر يجلس، مش قادر يفرغ وقته انه يقعد يجلس مجلس علم او يصلي جماعة. يبقى لما تلاقي انت قادر تعمل ده واللي غيرك مش قادره، تعرف عظيمة نعمة الله عليك. علشان كده واحد بيقول للحسن البصري: الناس بتقوم الليل وانا ما بقومش، نومي تقيل بعيد عنك، بشخر، نومي تقيل، اعمل ايه؟ الناس بتقوم الليل وانا لا استطيع القيام. يرد عليه رد: يا مولانا والله ما هقوله لما تصلوا على الحبيب. قال له: ذلك حفل. اعمل لك ايه يعني؟ ذلك حفل لم يدعك اليه صاحبه. وحد الله، شوف الرد، بالله عليك تشوف الرد. بيقول له: دي حفله، صاحب الحفله ما عزمكش، اعمل لك ايه؟ فلما تلاقي نفسك عارف تقوم الليل وتصلي يبقى سيادتك معزوم. اما تلقى نفسك قايم تصلي الفجر لوحدك من غير منبه ولا ضبط ساعه، يبقى الله احب ان يراك مع الساجدين. هو بيقول للنبي كده، بيقول له: وتقلبك في الساجدين. الله احب ان يراك على طاعه. يمكن انت مش واخد بالك لسه. صلي على الحبيب. ناس راحت تعتذر للنبي عن الجهاد، ان هم ما خرجوش يجاهدوا معاه. خد بالك من الكلام. فربنا قال للنبي: ريح نفسك، دول هجاصين. ازاي؟ قال له: بالك لو كانوا ناويين جهاد. قال له: اه. قال له: كانوا جهزوا نفسهم قبل ايه؟ كانوا استعدوا حتى، كانوا اتدربوا حتى، كانوا ربطوا حصان، كانوا سنوا سيف، كانوا جهزوا ركوبة، كان لبس درع. مش الجهاد مش كلام، الجهاد مش أماني، الجهاد لابد من ترتيب وإعداد. هو الجهاد كده سفنقة؟ الجهاد ده قبل فريضة الجهاد، قبل فريضة الجهاد في فريضة قبليها للأسف الأمة غايبة عنها، اسمها فريضة إيه؟ فريضة وأعدوا. وحدوا الله، ما تفتحوش دمامل مش عاوزين نفتحها. فريضة وأعدوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما ربنا اللي قال كده، قال: يا أيها في آخر النداء الأخير في آل عمران، الآية رقم 200: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمهم يعني الناس اللي راح تعتذر لسيدنا عليه الصلاة والسلام، ربنا قال له: ريح دماغك، دول هجاصين. ازاي؟ قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ما توحد اللهم مال، جابها له على الآخر، من الآخر، من الآخر، مش عايزين كلام كتير. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له إيه؟ ما سمعتش. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له إيه؟ ولكن بص بقى الآية اللي فيها العجب بقى: ولكن كره الله انبعاثهم. يلا يلا، بلاش لملمة، بلاش ركش، ناس ركش. ولكن كره الله انبعاثهم. يا خبر، يا خبر، دي محتاجة ثلاث ليالي نشرحها. ولكن كره الله إيه؟ يعني كره الله أن يراهم مع المجاهدين. كره الله أن يراهم مع المجاهدين، دي مرتبة، دي مملكة،
هو أي حد كده يدخل مع المجاهدين هي إيه؟ ولكن كره الله انبعاثهم فعمل لهم إيه؟ فثبطهم. هقول تاني، فثبطهم الله العظيم الآية كده، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وحد الله قل لا إله إلا الله. يا خبر على دي آية، يعني مش بمزاجك انت جاي تصلي هنا، مش بمزاجك، كان ممكن يثبطك. اي والله في متوشة دلوقتي اكيد شغال، في اغاني دلوقتي اكيد شغال، في اهاوي دلوقتي اكيد فتح، انت اللي جابك، هو اللي قال استنضفك، هو اللي استنضفك سبحانه وتعالى جل وعلا، فلقاك تستاهل فجابك مع الساجدين، جابك مع الذين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم أولو أمين. هو ده الشغل يا جدعان، إنك تحس إن ربنا بيحب يشوفك في الجامع، بيحب يشوفك في الطاعة، بيحب يشوفك في هو ده القرآن. علشان كده الفضل بيكون لله عز وجل. طب عشان كده عاوزك تاخد بالك من اللي هقوله دلوقتي، ركز في اللي هقوله. فاكر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك ورفيقيه، في غزوة تبوك اللي القرآن قالوا على الثلاثة الذين ايه خلفوا. خد بالك بقى من الكلام، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا. بص اللي جاي دي بقى محتاجة منك تقعد تسرح فيها 3 أيام، ثم تاب عليهم. الله الله، ليتوب. أقولها تاني، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى مين اللي تاب الأول؟ واحد الله. ثم تاب عليهم ليتوب. لولا ان هو تاب عليهم والله ما كان قدر يتوب. ياما ناس شفناهم على المعاصي وماتوا على المعاصي لانه ما تابش عليهم. يبقى لو لقيت نفسك تايب وقاعد بتستغفر ربنا، اعرف ان الله هو الذي تاب عليك لتكون من المستغفرين، وانه من عليك لتكون من المستجيبين، وانه انزل على قلبك من الرحمات ما جعلك من المستجيبين. هذا هو الدين، ان تعرف ان المنه بتاعت العباده هي من الله اصلا. فهمت؟ طب اقول لك على حاجه، مش حضرتك لو لقيت واحد بيصلي وبيعبد ربنا يعني وبيستعين بالله، ده راجل كويس ولا مش كويس؟ ما سمعتش. بيعبد ربنا ويستعين بالله، كويس ولا مش كويس؟ طيب نقول تاني، مهدي ولا مش مهدي؟ حد عنده اعتراض من الحاضرين؟ عندك اعتراض يا حاج؟ مهدي ولا مش مهدي؟ مهدي. اسمع يا سيدي وصلي على النبي. انت بتقرا الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك إيه وإياك إيه نعبد، ايوه، واياك ايه. يبقى احنا مهديين ولا لا؟ ها، ما حدش رد. مهديين ولا مش مهديين؟ ما انت بتقول نعبد واياك نستعين، طب بعديها بنطلب منه ايه؟ اهدينا ايه بقى؟ ما احنا اتفقنا ان احنا مهديين. احنا هنختلف مع بعض ولا ايه؟ ما توحد الله امال. شوف القران، شوف التغذيه القرانيه، شوف القران بيغذيك ازاي. خد بالك بقى، ادي الفاتحه اللي بنقراها اهي، بس خدتش انت بالك من الحته دي قبل كده اهو. قول الله يكرمك يا شيخ خالد. ايه ده الواحد بيطلع حقه بالعافيه معاك. اياك نعبد واياك نستعين، يبقى احنا مهديين اهو. حلو، اتفقنا قرينا الفاتحه ان احنا مهديين. بعديها رحنا لقينا الايه بتقول اهدنا. اهدنا ايه بقى؟ ما انت بتعبده وبتستعين بيه. يبقى الهداية اللي انت طالبها غير الهداية اللي انت عليها. نقول تاني، يبقى الهداية اللي انت طالبها غير الهداية اللي انت عليها.
هداية ايه اللي انت طالبها؟ هداية التثبيت، انه ثبتك. يا ما ناس صلت وبطلت صلاة، يا ما ستات اتحجبت وقلعت الحجاب، يا ما ناس ثابت ورجعت للمنكر تاني. امال ايه؟ عشان كده الهدية الإلهية إنه يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ما قالش الذين فسدوا، الذين فسدوا دول راحوا في داهية خلاص، إنما بيتكلم عن المؤمنين. أنتوا اللي محتاجين تثبيت ربنا أكثر من أي حد تاني. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. علشان حكاية الهداية، لما اتكلم عن أصحاب الكهف قال لك على فكرة هم مؤمنين، إنهم فتيات آمنوا بربهم، إنما وزدناهم إيه؟ يبقى في هدى فوق الهدى وفي إيمان فوق الإيمان. اوعى تاخد في نفسك ألم ولا تفتكر نفسك إن أنت عديت علشان صليت ركعتين زيادة ولا صمت الاثنين والخميس ولا حطيت سواك في جيبك. والله أبداً، صاحب الفضل عليك هو من هداك إليه، صاحب الفضل عليك هو من هداك إليه. علشان كده لازم تاخد بالك إن الهداية هداية ربنا، والإرشاد إرشاد ربنا، والتوفيق توفيق ربنا، والكرم كرم ربنا. الجايين يتقرنوا على حضرة الحبيب. إحنا آمنا. آمنت مين يا ابني؟ اروح العب لك لعبة. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا. الله، أنت تنسوا نفسيكم. قل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن كنتم صادقين. فالإيمان هو الذي يرزقك الله به ويمنحك إياه. ولو رجعت لسورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه؟ الله، أنعمت دي فعل ماضي، يعني لازم يكون في نعمة الأول جت من عند ربنا اسمها نعمة الإيمان ليتحقق ما وعد به الرحمن. لذلك قال يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تدوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم أسبغ نعمك علينا، اللهم ثبت أقدامنا، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر أخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائهم عجائب نصرتك وآيات قدرتك. اللهم ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلكهم واقض عليهم، وصل لهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. شكرا فضيلة أستاذ الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الكلمة. أيها الأحبة، نتحدث الليلة عن النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، وهي من أجل النعم. حقيقة الشيخ طه النعمان النهاردة أرانا آيات من سورة الأعراف، ووضعنا يعني في الأسئلة والإجابة بتاعة الأعراف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. والسؤال الثاني نفس السؤال، طبعا إجابة الناس دول غير الناس دول. المهم أن فلسفة نعمة الإيمان تحتاج منا أيضا إلى كثير من التبصير وكثير من التبسيط والطرح، وهذا ما سنشاهده مع فضيلة أستاذنا الدكتور بكر زكي عوض، وفقه الله وبارك الله فيه، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف ولسائر القائمين على أمر الدعوة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في جمهورية مصر العربية.
وأشكر كذلك أخي الفاضل والزميل العزيز فضيلة الدكتور خالد الجندي، الأخ الدكتور سعد المطعني، وأشكركم جميعا على هذا اللقاء الطيب المبارك وعلى بركة الله أبدأ. تأثرت كثيرا بالعظة التي ألقاها فضيلة الشيخ خالد الجندي، واسمحوا لي أن أتناول نعمة الإيمان تناولا تأصيليا في ضوء كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الكلمة الدينية الملقاة تتفاوت صيغها، فمنها ما هو وعظ، ومنها ما هو تعليم، ومنها ما هو تزكية. وقد سمعنا كلمة جمعت بين الوعظ والتزكية، وأتمنى من الله أن أتناول نعمة الإيمان بأسلوب تعليمي في ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا، فأقول ومن الله التوفيق والسداد. النعمة هو ما يزدى إلى الإنسان دون مقابل، ما يزدى إلى الإنسان دون مقابل. والحق سبحانه وتعالى له نعم لا تعد ولا تحصى بنص القرآن الكريم، وهي تنقسم إلى قسمين: نعم عامة تنعم بها الخلائق أجمع بلا استثناء، ونعم خاصة تخص أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة. أما النعم العامة ففي الظواهر الكونية والأكرام السماوية وسنن الله الكونية، فهذه نعم بنصوص القرآن حين تحدث عن الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل، الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار. صيغ الخطاب هنا والنعم هنا ليست قاصرة على المسلمين، وإنما من باب العدل الإلهي أن الله جعلها سننًا ليهتدي بها وينتفع بها كل من التمس أسباب الهداية والانتفاع. فإذا التمس الأسباب غير المسلمين وتقاعس المسلمون تقدم غير المسلمين على المسلمين، وإذا التمس المسلمون الأسباب فيما يتعلق بالسنن الكونية تقدم المسلمون وتقاعس غير المسلمين. وهذا ما فعله الإسلام في القرون الأولى حين أخذ المسلمون بسنن الله الكونية، فأقاموا الحضارة الإسلامية على أساس من القيم والأخلاق والمبادئ والنفعية والعمومية والإنسانية وما شاكل ذلك. فلما تقاعس المسلمون عن الأخذ بهذه الأسباب أو الانتفاع بهذه النعم التي سخرت لنا والتمس غيرنا الأسباب، دالت دولتنا وقامت دولتهم إلى أن يأذن الله بعودة المسلمين إلى التماس الأسباب في سنن الله الكونية. وإن شاء الله ستكون العودة للحضارة الإسلامية مرة ثانية. لكني أعود إلى النعم الخاصة، وهي التي تتعلق بأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصرها غير مستطاع، ولكني سأحدد نقاطاً معينة لأبين أثر هذه النعم أو علينا نحن المسلمين. أول نعمة هي نعمة الهداية، أن ولدنا لأبوين مسلمين وجئنا تابعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نعمة النعم. وكما أشار فضيلة الشيخ أن بعض الأنصار
كان يظن أن له فضلاً على سيدنا رسول الله لأنهم آووا ونصروا، فعاتبهم الله على هذا الشعور وقال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله إيه؟ يمن عليكم. إذن فهدايتكم إلى هذا الدين هي منة من الله عليكم إن كنتم صادقين في أن الذي هداكم إلى هذا الدين هو الله جل في علاه. وعندما نعيش مع القرآن نجد أن آيات الهداية في أعمها الأغلب قد أضافها الله إلى ذاته. يهدي الله لنوره من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل التوفيق في الالتزام الديني إنما هو بفضل الله جل في علاه حين أنعم علينا بالعلم بالله من طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف بنا عند مجرد أن نؤمن بالله، ولكنه أقسم أن من آمن بالله ولم يرعى حق الإيمان فيما يتعلق بذات الله فهو ناقص الإيمان، أو هو خارج عن مراد رسول الله فيما جاء به، أو هو بين فيما سمعنا. وعلى الأعراف رجال، طائفة دخلت الجنة وطائفة دخلت النار، وبينهما أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا هم عملوا بعمل أهل الجنة حتى يدخلوها، ولا هم عملوا بعمل أهل النار حتى يدخلوها، ولكن بالفطرة والطبيعة أن الميل القلبي إنما يكون إلى دخول الجنة لا إلى دخول النار. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، وبعدين في آخره لم يدخلوها وهم يطمعون دخولها. المصطفى صلى الله عليه وسلم أقسم أيمانا عدة حين قال: والله لا يؤمن، ثم بين نفي الإيمان تماما، أو بين أنه لا يؤمن كما جاء أو كما أراد رسول الله، فقال: إن من لازم الإيمان بالله إنما هي الأخلاق الحسنة في هذه الحياة. والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ من يبين من لا يأمن مثلا كمن بات شبعان وجاره جائع. أحاديث عدة تتعلق بهذا. إذن فعلمنا بالله في حد ذاته نعمة، نعمة لسبب واحد، أن من عبد غير الله، أكرم، من عبد غير الله على غير شريعة رسول الله، سواء أعبد غير الله على غير شريعة رسول الله يزعم أنه متبع لهذا أو ذاك من الرسل، فقد ضل وأضل. ومن أعرض عن الإيمان بالله وأله هواه من دون الله فهو في حيرة من أمره في هذه الحياة. فالذين عبدوا الشمس والقمر والنجوم والكواكب والملائكة والجن إلى آخر هذه المعبودات لم تأتيهم كتب، ولم تنزل إليه، أو لم يرسل إليهم رسل، ولم يعرفوا الطريق الموصل إلى هذه الآلهة، فاتخذوا طرقا للبلوغ إليها فشقوا بها وما هم ببالغين. أما نحن فمن نعمة الإيمان بالله علينا أنه أرسل إلينا رسولا، وأنزل إلينا كتابا، واستبقى لنا رسالة الله التي أنزلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
وأخبرنا أن الطريق الموصل إلى الله إنما هو في اتباع سيدنا رسول الله، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولم يجعل إيماننا به قائماً على الانتحار أو قائماً على الرهبنة أو قائماً على المشقة، وإنما جعل إيماننا به وهو ما لم ندرسه، والرسالة للشيخ خالد، وهو ما لم ندرسه ولم ندرسه في كتب العقيدة، أننا لم نبين العلاقة بين الله وبين أتباع رسول الله كما ورد في كتاب الله. نحن درسنا إلهيات ونبوات إلى آخره، لكني في عجالة أقول أخبرنا الله أنه في ظل الإيمان به نحن مطالبون أن نحب الله وحتى يحبنا الله. حبنا لله له طرق تبلغ حدا في الكسرة. الطريق الأول أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود ما استطعنا في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فحبنا لله يوجب علينا أن نأخذ بما جاء به سيدنا رسول الله، فإذا أخذنا بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرنا أحبة لله. وفي موطن آخر يقول فيما يتعلق بالمؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نريد أن نرتقي إلى هذه الحالة، وذلك بمراعاة حق الله علينا وحق سيدنا رسول الله علينا. فإذا رعينا حق الله ورعينا حق رسول الله فقد صرنا أحبة لله، وصار الحق محبوبا لنا، وصرنا محبوبين لله جل في علاه. حب الله لنا باد في كثير من الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة يبين لنا العوامل التي تجعل الحق يحبنا، حين يقول أحب خلق الله إلى الله مثلا أنفعهم لعياله، أحب خلق الله إلى الله كذا، إن الله يحب كذا ويكره كذا. فهل سمونا بعد علمنا بالله إلى مرتبة أن نكون محبين لله حتى يكون الله محبا لنا؟ هذه نقطة أساسية تحتاج إلى بيان. ونحن نتناول جوانب الاعتقاد، نحن نركز دائما على الجبار والمنتقم وما شاكل ذلك، وقلما ركزنا في خطبنا ومحاضراتنا وندواتنا على الودود والرؤوف والرحيم إلى غير ذلك من صفات الجمال التي تأتلف قلب المدعوين تحببهم في الله ويحبب الله فيه. نقطة ثانية ولا أطيل، من يؤمن بالله كما ينبغي أقسم بالله أنه يعيش في طمأنينة لا تعدلها طمأنينة. والدليل على ذلك ما يلي: أنا وأنتم وكل إنسان أخوف ما نخاف عليه في هذه الحياة أمور ثلاثة. نخاف على عمرنا، أي نقطة، نخاف على رزقنا يمنع، نخاف من ضرر واقع أو ضرر متوقع. عندما نؤمن بالله كما ينبغي ونعيش مع آيات القرآن الكريم نجد أن الله طمأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العمر محدد في آيات تبلغ حدا في الكسرة. وهذا هو الذي حفظ
المجاهدين والمقاومين في غزة حتى هذه اللحظة، لولا أن العمر محدد ومقدر، والله ما بقوا على قيد الحياة لساعة أو لساعات، ولكن إيمانهم كإيمان من سبقهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فمن يؤمن بأن عمره محدد كما في الآيات والوقت لا يتسع لذكرها، ومن يؤمن أيضا بأن الرزق مقسوم شريطة التماس الأسباب، فقد تلتمس الأسباب ولا يأتي الرزق لأنه لم يقدر، كما أخبرنا رسول الله حين قال إن الله حين خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله رفعت الأقلام ودبت الصحف، فالطمأنينة إلى أن الرزق مقسوم كما قلت تلتمس الأسباب فلا ترزق، وترزق من حيث لا تحتسب، وترزق من حيث لا تحتسب. لماذا؟ لأن القدر قد سبق بما قدر لك من رزق، فأنت تلتمس الأسباب ومطمئن إلى قدر الله. ما يتعلق بالضرر الواقع أو المتوقع، النصوص قطعية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ آيات عدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكسبنا طمأنينة قلبية في هذا الأمر حين قال واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإيمان بالله حق الإيمان يجعل صاحبه كما قلت مطمئنا على عمره، مطمئنا على رزقه، مطمئنا على ما يصيبه في هذه الحياة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إن كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات. وخاتمة النعم في هذا اللقاء أننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الشفاعة، ونسأل الله نوالها. وأحيطكم علما بأن النبي الوحيد من بين الأنبياء الذي له سنة تتبع هو سيدنا رسول الله، ولا يوجد لأي نبي في أي أمة سنة تتبع في شرائعهم، وإنما نعرف سنن إبراهيم أو سنن موسى أو عيسى من خلال ما أخبرنا القرآن أو أخبرنا سيدنا رسول الله. لكن إن سألت القوم ما مصادر التشريع عندكم يقول كذا وكذا، وليس عندهم شيء يسمى بسنة فلان أو علان. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، كل من يقوم بسنة يكتب لرسول الله من الأجر مثلها. فشوف إلى أي مدى قدر رسول الله. ولهذا لما سئل أبو بكر ورسول الله إلى جواره أين صاحبه حين عمي على امرأة أبي جهل، قال والله لا أدري أين صاحبي. هي سألت عن المكان وأبو بكر أجاب بالمكانة،
أي لا يعلم قدر رسول الله إلا الله. في سنته رفع لشأننا، وفي سنته هداية في مسيرنا، وفي سنته واتباعه علاء لقدر نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا ليتنا نعيش مع نعمة الإيمان بالله فقط، ونحقق الرقابة الإلهية في الأقوال وفي الأفعال وفي الحركات وفي السكنات. والقرآن قد فصل هذا بما لم ندرسه أيضاً أو ندرسه في علم الكلام. وفي النهاية أقول ما نذكره في بعض الأحيان: نزلت ضيفاً على الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، يعفو الملوك عن النازلين بساحتهم، كيف النزول بساحة الرحمن. يا رب، إنا قد نزلنا بهذه الساحة، ساحة السيدة نفيسة سليلة بيت النبوة، نسألك بحقها وحق آل البيت وحق سيدنا رسول الله وحق كتابك الذي أنزلت وحق أوليائك الذين أحببت، أن تنصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، واجعلهم شوكة في عيون خصومهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فهذه سنة نبيك، كان يعد العدة ويرتب الجيش ثم يتوجه إليك بالدعاء، ونحن لا نملك إلا أن ندعو لهم أن تحقق وعدك في قولك: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وفي قولك: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله، النهاردة يعني نحن الفائزون، والسبب أننا تحدثنا عن نعمة الإيمان، فسمعنا لشيخنا الشيخ خالد الجندي التعليم والتزكية، وسمعنا من أستاذنا وأستاذ الأساتذة أستاذ الدكتور بكر زكي عوض التأصيل والتغذية أيضا. فنعمة الإيمان بابها واسع وكبير، والكلام فيها أيضا يحتاج إلى كلام كثير، مش كده سيد العميد؟ لكن حسبنا أننا أخذنا طرفا من هنا وهناك، ودخلنا بستان نعمة الإيمان، وتنسمنا رحيق هذه النعمة العظمى التي لا يشبع منها قلب المؤمن المحب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمرنا بنعمة الإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان وإلى قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. حقيقة لا أقول إلا يعني كلمة شكر للسيد معالي وزير الأوقاف أستاذ الدكتور مختار جمعة على تنظيم الأسابيع الثقافية، وهو ليس أسبوع واحد ولكنه أسابيع يعني متعددة في أماكن يعني متعددة. وأسبوع الثقافي في هذا المكان الطيب الطاهر له مذاق خاص، ونحن في رحاب بيت النبوة، وفي رحاب نفيسة العلم والمعرفة، وفي حضور حضراتكم أنتم العاشقون والمحبون لمقام هذا المكان العظيم. فشكرا لكم على حسن استماعكم، وشكرا لكم أنكم جلستم معنا، وشكرا لإعلامنا الأكارم أعلام وزارة الأوقاف بارك الله فيهم، شكرا لشيخنا وأستاذنا وعالمنا الجليل أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، شكرا لأستاذنا وشيخنا المحب والمحب فضيلة الشيخ خالد الجندي، وشكرا لإخواننا في مسجد السيدة نفيسة فضيلة الدكتور على الله الجمال وإخوانه والمؤذنين والمحبين، وشكرا لكم أيها الأحبة، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وتلتقون إن شاء الله في ليلة ثانية
ضمن الأسبوع الثقافي، كل عام وأنتم بخير.